نحن خرجنا جهادا في سبيل الله ونصرة لأخواننا المستضعفين في فلسطين، ونقول لمحور المقاومة في فلسطين: لقد نصركم الله، ولقد ثبت الله أقدامكم، ولقد ذابت القبة الحديدية، وذابت دبابة المركال في بين يعني أمام قوتكم وعزيمتكم بالله سبحانه وتعالى، فأنتم منتصرون. سبحانه وتعالى لسنا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. من يكسر قانون الحبل؟ خرجنا اليوم لنصرة الأقصى، نصرة غزة، وحشود جماهيرية كبيرة دعوة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، و لإخواننا المجاهدين في غزة، والجميع القوات البحرية اليمنية التي تساندهم في البحر الأحمر، ولكي نكون مجاهدين في سبيل الله. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.